ممكن تقربنا على شنو اللي دار في داخل الجلسة؟ أشوف المحامين، ماشي أنا أشوف المحامين. الذي يمكن أن نقوله بإيجاز، على الأسف الشديد اليوم شهدنا الجلسة الثامنة من هذا المسلسل ديال هذه المحاكمة الظالمة في حق الأخ عبد العالي حميد الدين، واللي كما قلنا منذ البداية منذ اليوم الأول المعطيات والخيوط ديال هذه المحاكمة الظالمة مع الأسف الشديد كانت واضحة منذ اليوم الأول. مع الأسف الشديد الآن الجميع أصبح يعلم من هو الشاهد الذي أريد له أن يسمى شاهدا جديدا، وهو ليس بشاهد جديد، وإنما هو شخص اتهم في نفس الملف وأدلى على الأقل ب 12 شهادة في هذا الملف ديال الأخ عبد العالي حميد الدين، وما عمره ذكر بأنه كيعرف الأخ عبد العالي حميد الدين. هذه المحاكمة تبنات على الشهادة ديال هذا الشخص. المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع ديال الأخ عبد العالي حميد الدين كانت كلها معطيات مستندة على القانون، وركزت بشكل أساسي على موضوع سبقية البت في هذا الملف الذي يعود إلى ربع قرن من الزمان، ولبينات بشكل واضح وقوي وبمجموعة من المستندات القانونية مستندة على القانون الجنائي، على الدستور، على القوانين الدولية، بينات بأنه هذه المحاكمة تفتقر للأساس القانوني، لأن القضية هي مشمولة بسبقية البت منذ سنوات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الدفعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع ديال الطرف المدني لا خلال الجلسات السابقة ولا خلال هذه الجلسة، مع الأسف الشديد كانت دفعات متهافتة ولم تستطع أن تبين ما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه هذه المحاكمة. احنا كنعتبر بأن هذه المحاكمة كما قلنا مرارا وتكرارا هي تسيء إلى صورة بلدنا. بلدنا قطعت الحمد لله أشواط في المجال ديال الحريات، في المجال ديال الحقوق. ما نجيوش نشوشو بمثل هذه الملفات، ما نعطيوش الفرصة لأولئك الذين يريدون أن يستهدفوا أشخاصا لأسباب سياسية صرفة، ما نعطيهمش الفرصة باش يوظفوا القضاء لتصفية الحسابات السياسية. الآن يمكن نقول اليوم بأنه الدفعات الشكلية لا اللي تقدم بها الدفاع ديال الأخ عبد العالي حميد الدين ولا اللي تقدم بها الطرف المدني يمكن نقول بأنها انتهت. المحكمة، الهيئة ديال المحكمة أرجأت المداولة بشأن هذه الدفعات الشكلية إلى تاريخ 1 أكتوبر المقبل. لا زالت لدينا الثقة، نؤكد على ذلك، لا زالت لدينا الثقة في هيئة الحكم من أجل أن ترجع الأمور إلى نصابها، وما نتمدوش في هذا الملف اللي كنعتقد بأن تكلفته هي تكلفة كبيرة على بلادنا وعلى صورة بلدنا، باش نرجعوا للروح الإيجابية اللي انخرطت فيها البلاد ديالنا منذ التصويت على دستور 2011.